أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.